ألمانيا وميركل عم بتواجه مشكلة أساسية يلي هي ضغط المشكلة الاقتصادي بأوروبا مقابل ضغط داخلي عم بيصير على الحكومة. الشعب الألماني آخر نهار عم بيشوف إنه بعده لليوم عم بيدفع عن باقي أوروبا، يدفع ضرائب بيدفع لإنقاذ ضرائب وعم الدول بيدفع دعم تاعته، وعم بيعمل يعني البيلينج اوت يلي عم برامج بيصير، الإنقاذ. صحيح عم بيعتبروها نوعا ما من جيبتهم. على المدى الطويل هذا الشيء رح يأثر على قدرة صناع القرار بألمانيا على انه يقدروا يكملوا دائما بدعم اوروبا. ومثل ما ذكرته هلا بموضوع ميركل يلي قالت انه لازم يكون في تعاون وثيق، يعني عم في نوع من الدعوة الى مساعدتهم، لانه على المدى الطويل ما راح يقدروا يكملوا بهذا الدعم. هل هناك خشية على قوة على صحة الاقتصاد الألماني أو تأثر الاقتصاد الألماني ببرامج الدعم أو برامج الإنقاذ الأوروبية؟ في خشية على الاقتصاد الألماني ببرامج الدعم الأوروبية، وكمان بالسياسات الاقتصادية، وحتى وصولا لليابان. اليابان وألمانيا الصناعة تبعهم متشابهة جدا، وهلأ يعني السياسات اللي عم بتصير باليابان راح تقوي الصادرات اليابانية، وممكن كمان تأثر أكثر على الصادرات الألمانية خاصة بالأوتو. لهذا السبب بنشوف أنه ألمانيا عم بتواجه مشكل داخل أوروبا، بس كمان هذه الحروب الاقتصادية أو الحروب المالية الخفية بين البلدان كمان ممكن تأثر على ألمانيا. أو حرب العملات. حرب طيب العملات، هذا يجعلنا نتساءل عن موضوع التداول في الفوركس في هذه المرحلة، وهناك طبعا هي سوق متشعبة جدا، الكثير من المتغيرات الحساسة كذلك والسريعة تؤثر فيها. هذا يجعلنا نتساءل عن درجة الأمان في هذه السوق. أنتم سمعنا مؤخرا عن طرحكم منتج جديد تأميني على الفوركس، حدثنا عن هذا الموضوع وأهميته، وإلى أي مدى يمكن أن نعتبره صمام أمان لتداولات الفوركس. صحيح، أكتيف تريدز قامت مؤخرا بإطلاق مشروع برودكت يلي هو الأول من نوعه في أوروبا والشرق الأوسط، يلي هو تأمين خاص على أموال العملاء. لأنه مثل ما شفنا مؤخرا في شركات لأنه بظل هذه التحركات الكبيرة بالأسواق، في شركات ممكن تفلس وممكن ما تقدر تغطي لزباينها. لهذا السبب صار في خوف من العالم يلي عم بيتداولوا بالفوركس، انه الشركات اللي بيتداولوا من خلالها تواجه صعوبات ويصير في خطر على اموالهم. اللي صار هو انه لاول مره صار في تامين خاص برايفت انشورنس من لويدز اوف لندن يلي هو مجموعه شركات تامين، قبلت بعد دراسه اكيد الوضع المالي انه تامن كل عميل لا اكتف تريدز لحديد مبالغ ممكن توصل لحوالي مليون دولار فينا نقولها. هو تأمين خاص رح يكون صمام أمان، بيعرفوا العالم أنه لأول مرة بيقدروا يتداولوا ويكونوا مرتاحين أنه شو ما صار بالأسواق في حدا يغطيهم آخر نهار.